بعد عم نستقبل اتصالاتكم مع فقرة ميلاد وما بدها هالقد. بدنا نعتذر بالاول من لما من جنوب، واذا قدرت ترجعي تتصلي فينا نحن اكيد باقيين هلا بالفقره، ورح ناخذ اتصال جديد هلا مع ميلاد. سعاد من صيدا رح تساله هلا كمان. ميلاد اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. ثانك يو. سعاد صباح الخير. صباح الخير. كيف الصحه؟ الحمد لله الله يسلمك. تفضلي عم يسمعك ميلاد. كيفك؟ الحمد لله. بدي اساله عن ابني. يلا تفضلي ميلاد عم يسمعي. بس بدي اطلب منك بس سعاد يا ريت توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من اباري التليفون. وطيه على الاخر للتلفزيون. على الاخر. وطيته وطيته. على الاخر، شكرا كثير. وطيته على الاخر. نعم، تفضلي. الو. الو تفضلي مدام سعاد. صباح الخير. صباح النور، اهلا فيكي. كيفك؟ انا منيح، كتر خير الله. بدي اقول لك انه صوتي مش طالع. نحن عم نسمعك مدام سعاد. ايه عم تسمعني على الهوا؟ نعم نعم عم نسمعك، تفضلي. تفضلي. عندي ابن عمره 12 سنة. نعم. ايه ما بحب يهتم بحاله ولا بدروسه. كان ماشي منيح. نعم. بعدين صار يتراجع. نعم. معقولة من رفقاته يعني اللي بالمدرسة؟ بعدين بدي اطلب منك ارجع نوطي صوت التلفزيون لانه هذا وطيته. لا لا بعده في صوت تلفزيون عندك. طيب خليها تختم مدام سعاد، سكري التليفون واسمعينا عن التلفزيون رح جاوبك. تفضلي اسالي كل سؤالك ومن بعدها بتسمعينا من التلفزيون. بس لكمل لك السؤال. نعم تفضلي كفي السؤال. بعدين بالنسبه لثيابه كثير بقول له يهتم ويشلح ويغير، ما بيغير. نعم نعم، شكرا لك مدام سعاد. اسمعينا شو رح اقول لك على يعني شو ما لبس بتفرقش معه. نعم نعم مدام سعاد، سكري التليفون اسمعينا على التلفزيون. ابنك هلا بمرحله طيب. لما عم تقولي انه تغير. طيب لما عم تقولي انه تغير بعمر 12 سنه، خاصه بهيدا العمر، بتعرفي من عمر 1 ل 8 ببلش تتكون معتقدات الشخص، يلي معتقداته عن حاله عن الحياة قديش قوي قديش مش قوي، والتربية اللي سكبوها أهله فيه. بعمر 12 سنة بنعرف أنه هيدي النقلة الكبيرة بحياته لعمر المراهقة، يلي بلشوا هودي المعتقدات كمان قسم منهم راح باللاوعي قسم منهم بعده عم يشتغلون على الوعي وبالوعي، وبلش هيدا الشخص يعرف ويقول أنه قديش هو قديش خرج قديش بيستاهل قديش ما بيستاهل. كل هالمعتقدات بلشت إذا بدك تبين مفعولة براسه، مشان هيك هي مرحلة انتقالية. مشان هيك كمان البعض بيعتقد أنه المراهقة هي هيدي العمر يلي نحن عم نرجع نعيد اكتشاف ذاتنا. صحيح، لأنه عم نرجع نشوف هالمعتقدات يلي حطوها أهلنا فينا نحن وصغار، ويلي قسم منا كتير نضب باللاوعي، عم نرجع هلأ نشتغل على أساسها وما بنعرف ليش. كمان لأنه نحن منضيع بحالنا، أنه ليش أنا بدي خاف مثلا؟ ليش بخاف من هالموضوع؟ ليش بدي اهتم بحالي وليش ما بدي اهتم بحالي؟ مشان ما نعمم مدام سعاد ونعتقد أنه فقط المعشر الخارجي في خارج البيت هو يلي دفعه أنه يقوم هيك. أكيد المعشر له تأثير، بس اكيد كمان التربيه لها تاثير، اكيد هيدا الولد كيف تربى، شو المعتقدات اللي تربى عليه، قديش قيمته عودتوه او لا، او اذا بدي عم شيل على جنب انه ما يكون قاطع بمشكله معينه او شيء معين منه قادر عم بيكون على قده بالحياه. أي. لانه خاصه المظهر الخارجي بتعرفي انه بهيدا العمر ببلش كمان الانسان يهتم اكثر بمظهره، لانه مظهره صار الايدنتيتي او الهويه تبعه. عدم اهتمامه بمظهره كمان عباله يقول شيء، لانه الناس هو بعد اكثر بشيء يعني 14 15 بصير اكثر واكثر بيزيد. بس هلا 12 بيكون اوقات هيك ثورجيه وفورجيه يعني وفوضويه كمان يعني عم بيقول شيء غيدا. يعني هو الشخص لما بيهتم بملابسه بيكون عم بيقول شيء، ولما ما بيهتم بملابسه كمان بيكون عم بيودي رساله. الافضل انه يعني تقعدوا معه تحكوا تشوفوا اذا عم بيقاطع بمشكله، شو الافكار يلي براسه كمان عم بتحسسه انه هو ضعيف، ليش هيدا سبب هيدا التراجع، كيف بيفكر بالحياه، شو هن اهدافه. وانا اكيد كمان بدعيكم انه تعرضوه على احد الاختصاصيين يلي ممكن يساعده لحتى يقطع بهيدي المرحله ويكون عم يقطعها بطريقه جيده.
اوكي منتابع موضوعنا كمان اوكي يال. لكن كنا عم نحكي انه فاذا بس لنرجع لانه اجينا كثير اتصالات ويمكن ضيعنا الموضوع ليلي كمان هلا عم بيتابعنا انه في شعور بالذنب ناتج عن خطا ما قمنا فيه، هيدا الشعور هو لازم يدفعنا لحتى نصحح الخطأ. بس ماذا عن الشعور بالذنب يلي بخلينا دائما نشعر فيه بس نحن ما منقوم بأي فعل؟ معناتها هيدا الشعور هو شعور سلبي منه شعور إيجابي عم يدفعنا، لأنه اليوم أنا إذا كان عندي عامل شيء غلط الأفضل أني صححه وأتحمل مسؤوليته. وهون بيجي الفرق بين شعور الجلت يلي نحن بنتربى عليه. اليوم نحن بخلال تربيتنا بنتربى على بعض المشاعر السلبية ومنا الشعور بالذنب على أنه مثلا أنه بتجي شخص 30 سنة مثلا ما بيترك بيت أهله لأنه هو خيفان يتحمل المسؤولية أو كمان خيفان على أهله أنه ليش بدك تخاف على أهل أهلك مناح أو مثل ما قلنا أم ما بتترك ما بتعمل ساعة من وقتها لحالة لأنه بتقول ما بدي أعمل هيدي الساعة لأنه من بعدها أنا أحمل ذنب. من وين جايبتي هذا الذنب؟ ليش بدك تحمليه؟ شو عملتي غلط؟ انت ما عملتي غلط، اذا هيدا الذنب انت جايبتيه من تربيتك ومن المعتقدات وكيف شفتي امك بتتصرف معكم، كيف شفتي والدك بيتصرف معكم وشو انحكى لك عن الـ عن الـ عن الذنب، لانه نحن بعض المعتقدات بتحمل كثير خاصه للامات، خاصه للبيات، بتحمل كثير تسكب كثير عليهم اشياء مرات فوق طاقتنا. صح. وبننسى حالنا، كرمال هيك وفي كمان سيدي قالت انه لما حكت عن انه انا ابني ما عنده هيدا الشعور بالذنب، ما كمان عدم الشعور بالذنب او المسؤوليه كمان هو نتيجه تربيه. صح. لانه تربى على انه لا ما في شيء اسمه غلط وما في شيء اسمه صح، ما في شيء اسمه عقاب على الغلط وعلى الصح، ما كمان هيدا وما في اسمه هيدا اللي قلته عنه هالبين، ما في انه الم من اني يعني انا اليوم اذا بزعل غيدا بس ما بشعر بالالم على اني زعلتها شو ممكن يسبب لي بحياتي؟ ما رح يدفعني هيدا الشيء لشو اعمل؟ انت وظاهر هلا حتلاقي دوليبك منفس لحتى اعتذر بتشوفها بحياتك لحتى اعتذر منها. بعد عنا دقيقتين بس لانه وعدته وعم يجيني على السوشيال ميديا اسئله عن الريتريت، خليني اقول انه احنا بنوفمبر ب 28 و29 نوفمبر رح نكون كمان بالاي اف دي سي بالشوف بيومين سبت واحد مثل ما طلعنا المره الماضيه وانا صورت ريبورتاج ان شاء الله قريبا بنعرضه قديش كان في عن جد تغييرات هيك من جوا، قديش حسينا بقيمه انه كيف عن جد نحب حالنا، نحب جسمنا، نحب افكارنا، نعطي جسمنا الافكار الحلوه نطعمي جسمنا الأكل الصحي. يومين قضيناه هون نحن وعن جد عم نتعلم كيف ممكن ندير مشاعرنا. هول يومين رح بيكونوا ب 28 ب 29 والأرقام على الشاشة 01 48 63 80 لحتى إذا بتحبوا تشاركوا معنا. رح يكونوا هاليومين يعني بيطلعوا من الصبح بيقضوا الويك أند نطلع كامل. السبت وما بننزل غير للأحد. انسلاخ تام عن جد عن الضجة وعن العجقة لحتى نكون بيننا وبين حالنا ونرجع نشرج هيك بالأفكار الإيجابية عن التلوث وعن كل الأمور المزعجة. بيطفوا تليفوناتهم كمان يومين؟ ما في تليفونات، ما في شيء، هاي أحلى شيء بكفي. حتى أول يوم الناس اللي طلعوا كانوا عم يشعروا بالذنب إنه كيف تركي ولادي، ثاني يوم قالت لا هلا نازلة أنا بنشاط عند ولادي، نازلة مشرجة، عرفت قيمة إنه مرات كيف نهتم بحالنا وقديش بتعطينا غذاء. لحس قديش واحد بضل عنده هالمعتقدات اللي بيربى عليها. نحن وصغار كنا نوطي صوت التلفزيون هيك كل ما بنقول لهم وطوا صوت التلفزيون، هلا اليوم عم ننتبه لها وسكروا اباري التليفون. نحن ما بقى عم نعمله هيدا الشيء، يعني صرنا بنوطيه على الريموت كنترول وبنسكره هيك للتليفون. بقى واحد فعلا بياخذ اشياء بتضلها معه كل وقت كل حتى وقت. بالحركات اللي بيستعملها بالحياه اليوميه تبعيته على مدى سنين لوقت اللي صح. بيكبر بالعمر. ميلاد نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله بعالم الصباح، وراح نتابع بعد لحظات مع عامر وضيوفه، وراح يكون معنا ضيف كمان مميز كمان من عالم السينما من زمان وكيف وصل للمستقبل بشكله الحالي على الاستوديو. راح نتابع بعد لحظات اينو، وايضا راح يكون عنا وقفه مع الشيف عبد الله ورشه ملح. خليكم معنا.